أفضل موطن أو من أفضل مواطن الدعاء لأنك قريب من الله. ولذلك إذا سجدت، هذه بالمناسبة وقد تكون هذه من مواطن الإجابة، إذا سجدت فكل ما في خاطرك قله لله، لا ترفع من السجود، وحدث ربك. يا أخي أنا أقول لكل إخواني الحقيقة، يا أخي روح لله، اذهب إلى الله لربك، روح لله بضعفك يأتيك بقوته. الله أكبر. اذهب إلى الله يا أخي، روح أنت الآن، ألا تبكين؟ ما عند أختي هذه مشاكل مع زوجها في بيتها مع أبنائها. بعض النساء الآن الأمهات تتابعنا وعندها ولد عاق. الله. بعض الإخوة قد يتابعنا الآن على سرير المرض أو على عربته ويدفع. يا شيخ اليوم نحن عندنا أمة مسلمة تضطهد تبعد. صحيح. كل هؤلاء يا أخي اذهب إلى الله بضعفك يأتيك بقوته. جميل العبارة. اذهب إلى الله بذلك يأتيك سبحانه وتعالى بعزه. الله. اذهب إلى الله بفقرك يأتيك بغناه. يا الله. انطرح بين يدي ربك سبحانه وتعالى، نسألك الحديث الصحيح، اللهم إنا نسألك بعزك وذلنا، ونسألك بغناك وفقرنا، ونسألك بعزك وذلنا. كل ما سألت الله وأنت تفتقر إليه. أنت عنوانك يا شيخ أيضا رائع، عبادة، الدعاء هو العبادة. العبادة هي العبادة، عبد الطريق يعني مهد. التذلل، أن تذل. الصلاة فيها تذلل. صحيح. الزكاة فيها تذلل، لكن لا تشعر لقطة الذل إلا حينما تدعو. الله. لذلك خصص الدعاء هو العبادة فتظهر فقرك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما.